الشيخ اسلام عامر نقيب المأذونين في مصر. مساء الخير يا شيخ اسلام. مساء الخير يا استاذ تامر. ازاي حضرتك؟ ان شاء الله اكون بخير. يا رب كلنا وانت طيب والشعب المصري بخير يا حبيبي. اللهم امين. كل عيد حب وانت طيب. هابي فالنتاينز يا شيخ اسلام. كل سنه وانت طيب. قول لي يا شيخ اسلام، انا كنت بتكلم دلوقتي عن الحب وازاي نتمسك بالناس اللي بنحبهم، وقلت للناس الرقم اللي يخض ان احنا كان عندنا السنه اللي فاتت حوالي 250,000 حاله طلاق. مظبوط صح. في رايك وانت طبعا بقى في المطبخ بتاع القصه دي واستاذ في هذا المجال، ايه اهم الاسباب التي تؤدي الى الطلاق؟ وهل الناس بقت تستسهل الطلاق دلوقتي لدرجه خلتنا نوصل لهذا الرقم المفزع يعني؟ بص يا استاذ تامر، اولا لما بنيجي نجيب الاحصائيه بتاعه الطلاق احنا بننسى حاجات مهمه جدا. ايوه. وده سبب رئيسي في ارتفاع نسبه الطلاق. اما نيجي نقسم الطلاق بصفه العموم تلاقي طلاق مرفوع بدعوى في المحكمه طلاق للضرر. ايوه. بيحتسب من النسبه. تمام. طلاق خلعا. اما نيجي للطلاق خلعا سنه 21 للاسف كان بنسبة بما يعادل 88% من نسبة الطلاق. الخلع 88% من الطلاق. ارجع لجهاز التعبئة والإحصاء. ما هي المعلومات دي من الجهاز بقى. مظبوط. مظبوط. 88% خلع. وطلاق للضرر. أما نيجي نبص نلاقي النسبة دهية موجودة فدي بعيد عن المأذونين على مستوى الجمهورية، لكن التوتال عموما لما الاقي 220,000 في سنة 21 قرابة ربع مليون حالة طلاق كتيرة جدا جدا جدا. طبعا طبعا طبعا. منها في حاجة كمان مهمة جدا والكلام ده أنا قلته يا أستاذ تامر للأسف يعني أنا أي. مش عارف الجهاز التنفيذي مش قادر يستوعب الكلمة اللي أنا بقولها دهيت يا إخوانا. نسبة الطلاق اللي هي فنرجع بقى برضو النسبة اللي موجودة يا أستاذ تامر زي ما بوصل لحضرتك المعلومة وللشعب المصري كله وللجهاز التنفيذي بالأخص اللي فيه بتقدم طلب معاش إعماله تحريات لأنها مطلقة على الورق وتقيم إقامة دائمة مع الزوج بعقد عرفي. فدي نسبة موجودة. تمام. أما أجي بقى النسبة زي حضرتك قلت، أولا مش الراجل فقط يعني لوحده، لأ ده الزوج والزوجة بيتسببان في فشل العلاقة الزوجية الأسرية حتى لو عندهم أولاد. بس أنا بتكلم هنا يا شيخ إسلام على الخلع، الخلع ده معناها إن الست هي اللي مش طايقة الحياة مع الرجل. ما هي مش طايقة الحياة، هو لو في تعايش فيما بينهما عمر ما في طلاق، لا هي هتطلب خلع ولا طلاق. صح. بس هنا لازم القي باللوم اكتر على الزوج لان هو اللي عنده المسؤوليه الكبرى في الحفاظ على الاسره والبيت. برضه يا استاذ تامر برضه برميها على الزوجه لان المفروض يبقى في تريث. يبقى يعني انت عند حضرتك في المدن نسبه الطلاق عاليه. في القريه نسبتها قليله. سواء كان خلع او طلاق للضرر او طب قول لي يا شيخ اسلام، لما بتحضر بعد الشر حالات طلاق عشان تيجي تطلق الناس بتلاقي الحاله عامله ازاي؟ بتيجي انت لازم تعمل الكلمتين اللي في الاول الاصلاح ومحاوله. ده شغل المأذون. العمل الاساسي هي يا استاذ تامر اجتماعي قبل ما يكون توثيق. صح صح. اجتماعي. ولذلك بقول لحضرتك في القرى والريف الاصول ريف بنجيب الاخ ونجيب الخال ونجيب العم ونقعدهم ومره واثنين وثلاثه ونقوي. وبيحصل الكلام ده يا شيخ اسلام؟ بيحصل على ارض الواقع فعلا. لان بص يا استاذ علانيه لو المأذونين الشرعيين فتحوا المرجل في الطلاق نسبة الطلاق هتكون عاليه جدا. اعلى من كده؟ 40%. يا نهار ابيض. لكن اللي بيخليها تواجد في قلب قريته بصفة مستديمة والعلاقة اللي ما بينه وما بين الناس وبيجيب الأهل بقدر الإمكان عشان يحد من عملية طيب الطلاق. طيب قول لي يا شيخ إسلام لما بتلاقي أنت شخصيا معظم الحالات الطلاق اللي حصلت مثلا معاك في الفترة الأخيرة كانت لي قديمي الزواج بقالهم فترة ولا أزواج وزوجات صغيرات وصغيرات؟ نسبة الطلاق بين الشباب سواء كان ولد ولا بنت من سن 20 لغاية 30 عالية.
ما هو لازم يكون ولد وبنت، ما هيتجوزوا لازم يبقى في ولد لا وبنت. لا يعني النسبة، أيوة طبعا طبعا، نسبة الاثنين البنات والصبيان في سن الثلاثينات العقد. انت قصدك ان حالات الطلاق عند صغيري السن او حديثي الزواج اعلى؟ موجودة موجودة ونسبتها عالية. وده معناه ان هم ما اختاروش صح او ما كانوش مستعدين لمسؤولية الزواج. انا بحمل المسؤولية بامانة على الاهل. ايوه. لان بابا جاب له وماما جابت له، ما حملش اهم حاجة. هو لو عرق وتعب وتعب عشان يأسس بيت واسرة هيتمسك ببيته باولاده. انت قلت كلمة السر يا شيخ اسلام، قلت كلمة السر ان بابا جاب له وماما جابت له. شكرا يا بيه. يبقى ما تلومش عليه ان هو يرمي ديت عشان يجيب غيرها الصبحية. سلام عليك. سوء الاختيار فيما بينهما. صح. عدم التوافق ما بين الاتنين في الطباع. عندك حق. انا بشكرك شكرا جزيلا يا شيخ اسلام، وان شاء الله قريبا يبقى ليك لقاء معانا ان شاء الله بنتكلم عن كل ما يحدث في الحالات سواء الجواز او الطلاق والنسب والاسباب، ونحلل علشان القصة تستحق.